يا جدع اللي انت عامله ده ما تعيش عيشه اهلك في ايه؟ ايه يا عم ده، هو فاكر نفسه قاعد في الصين ولا ايه؟ يا فر فرفور يعني. يا رب تكون لابسها عن اقتناع. ايه يا بطل انت جايب النضاره دي منين؟ فايروس 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 فايروس. بس انا شايفك فيروس خطير، امال مصر مش معترفه بيك ليه؟ انا اتجنيت. انا لما كنت في الصين كنت ادخل على اي واحد فيهم يترعب مني، بموت فيهم وخايفين وعندهم عفه نفس. انما انا لما جيت هنا مصر قالوا لي انت شوكولاته وحاجه في منتهى قله القيمه واكتم الله. انا تعبت من المصريين قوي. طيب كورونا تاني. كورونا ثواني 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 بس. كورونا انا حاسس بيك وحاسس بالضغوط اللي تعرضت لها. لا 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 حضرتك مش متخيل، انا بقى شكلي الا قدام الفيروسات. دول بيحاربوني بكل جستال وشوب برتقان، والست وزيره الصحه هي اللي مصممه تصغرني وتقل مني. عمري ما سمح على الحركه دي ابدا، الليمون هيموتني، اليانسون بهدلني. طب المصريين بيعملوا كده ليه؟ واخدين احتياطات ايه يعني؟ شعب بتوكل على الله ونصلي على النبي وان شاء الله اللي جاي احسن، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل.